انتقل بقى لملف الكوره، نرجع معاك للكوره طبعا ونبدا من النادي الاهلي. يعني فتره طبعا وجودك في النادي الاهلي، يعني كلمني عنها بقى، البدايه بدات ازاي؟ بدات مع مين؟ كان مين المدير الفني بتاعك؟ طبعا انت كنت في فتره صعبه، كنت داخل وفي كوكبه كبيره جدا من اللعيبه، يعني كلم جيل عماد متعب وبركات وائل جمعه، يعني نجوم كبار. يعني اتعاملت ازاي وكان ايه احساسك واتمرنت مع مين اول تمرين؟ هو اول ما رحت كان طبعا مستر مروان الجوزي كان موجود، كابتن حسام بدري طبعا كان موجود، كابتن علي كان موجود. فانا كنت رايح عليهم وانا قلقان جدا ومخضوض خضه غير طبيعيه، كان اول تمرين ليا كنت مخضوض بشكل مش طبيعي. انا دخل طبعا جاي، انا كنت بلعب في الاهلي الاماراتي وجاي من الاهلي الاماراتي على النادي الاهلي، ورايح بقى في وسط يعني عمالقه الكره في افريقيا مش بس في مصر، مكتسحين افريقيا، كابتن ابو تريكه، كابتن بركات، كابتن احمد حسن، كابتن عماد متعب، كابتن محمد شوقي، كابتن حسام عاشور، كابتن احمد فتحي، كابتن سيد معوض، كابتن احمد السي، كابتن شادي محمد، وطبعا اسماء كبيره جدا مش عاوز انسى اسماء كابتن محمد بركات طبعا، الحاجه القمر بتاعنا طبعا، الفاكهه بتاعتنا كلنا. فجيل مش طبيعي يعني. كنت قلقان في اول دخول ليا، كان هم كنت فاكر احنا بنتمرن الساعه 9 الصبح، كان مستر مروان الجوزي بيعمل تمرين بس 9 الصبح. فداخل رحت عليه بتاع على اول تمرين، دخلت على مستر مروان الجوزي الاوضه، فسلمت عليهم وخدني كابتن علي هو دخلنا على اللعيبه، كان اللعيبه كلهم قاعدين في الاوضه. فاول ما دخلت لقيت يعني انا اتخضيت، انا صغير يعني، انا بتفرج على اللعيبه دي في التلفزيون، تخيل انا رايح العب معاهم يعني. فدخلت قمت اول سلمت، فكابتن ابو تريكه فبسلم عليه، طلعت مبروك والحمد لله على السلامه وان شاء الله تكون اضافه لينا وبتاع. فانا جوايا جوا نفسي يعني انا هكون اضافه ليكم ازاي؟ احساس غريب طبعا. طبعا احساس ومن جوايا ان انا مبسوط، ايه ده كابتن ابو تريكه عارف اسمي؟ ايه ده بجد؟ فلقيت اللعيبه كلهم يعني عارف انت احتواء مش طبيعي، كان مثلا في وسطيهم بقالي 3-4 سنين. نزلت اول تمرينه لقيت اللعيبه بيدوروا يعني مثلا بيستلم كرة بيلف بيدور عليها انا فين، وبيبصي لي كوره وفي اريحيه في اللعب وكله بيضحك في وشك كله بيهزر معاك. فخلاص الحته ديت حته الرهبه ديت او الخوف او اللي انا مش هعرف اتعامل مع الناس ديت فراحت الرهبه. لا طبعا هي بتعتمد مش هي من شخصيتك طبعا في الملعب، والحاجه الاساسي والعامل الاساسي جدا من المجموعه اللي انت في وسطيهم، الناس اللي انت بتتمرن معاهم، اخلاقهم عامله ازاي، بيفكروا ازاي. هو دوت اللي فرق معايا ان انا قدرت ان انا حتى اول ماتش ليا مع النادي الاهلي يعني ربنا وفقنا ودينا ان احنا كنا احنا خسرانين وكسبنا طلع الجيش. طبعا كابتن وائل، كابتن عماد، كابتن ابو تريكه، كابتن احمد فتحي، بعدين جبت انا الجول الثالث وصلت المباراه. طبعا ده كان ماتش غير طبيعي الماتش دوت.